السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة أم أماني. إن شاء الله راكم كامل بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله راح نشارككم خبز الدار. خبز الدار هذه الوصفة الجزائرية التقليدية، اليوم إن شاء الله راح نحضرها بطريقتي الخاصة وراح نتحصل على أروع خبز الدار على الإطلاق. خبز الدار خفيف قطني، أخف من القطن كما راكم تلاحظوا. صدقوني اللي ذوقوا عندي يطلب الوصفة، أصبحت يعني مشهورة بهذا الخبز، لذلك قلت نشارككم هذه الوصفة لأنها ناجحة 100%. وسبق وحطيت لكم أيضا وصفة من قبل، وصفة أيضا ناجحة 100%. إذا البنات من دون إطالة أترككم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبدأ على بركة الله. بالنسبة لي الكلى المستخدمة هي عبارة عن علبة مارغرين بحجم 250 غرام، يعني العلبة الصغيرة هي اللي راح نقيس بها. راح نقيس كيلو ونصف من السميد. بالنسبه لنوعيه السميد هو سميد العادي، يعني ماهوش خشين وماهوش رقيق كما راكم تلاحظوا، الخاص بالمطلوع. اذا ما كانش ممكن اني نعوضه بسميد الرقيق. هنا راح نضيف الفرينه، بالنسبه لكميه الفرينه نفس الكيلو، يعني كيلو ونصف من الفرينه. عندي كيلو ونصف من السميد، كيلو ونصف من الفرينه كما قلت لكم، قصتهم بعلبه مارغرين صغيره صغيره الحجم. نخلط الفرينة مع السميد، نعمل حفرة ونضيف خميرة الخبز. بالنسبة لي الكمية عندي 2 مغارف صغار تاع القهوة خميرة الخبز. هنا عندي مغرف كبيرة من السكر، نضيفها فوق الخميرة تساعد على التفاعل. وعندي كمية قليلة من السانوج. وهنا عندي حبة بيض كاملة وبياض حبة بيض، الصفر نحتفظ به ندهن به خبز الدار فيما بعد. نحطها جانبا هي وكمية الملح. من بعد راح نعجن بالحليب. هنا راح نحتاج الى كأس واحد من الحليب يكون دافي. من بعد نكمل بالماء، يعني هذا الكأس اكيد مش راح يكفينا. نفرغ كمية الحليب الدافي على الخميرة ونجمع المكونات مع بعض حتى نتحصل على عجينه اللي تكون متماسكه. هنا البنات كميه الحليب كما قلت لكم مش راح تكفيني. بعد ما نكمل كاس الحليب راح نضيف الماء الدافي. هنا البنات انا بديت نضيف الماء، نضيفه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه اللي تكون متماسكه. ضروري البنات ما لازمش نجري العجينه في البدايه، ما لازمش العجينه تكون طريه، نخليها ناشفه بهذا الشكل ونبدا نعجنها. انا هنا راح نعجنها البنات بالعجانه، فقط وريت لكم قوام العجينه لازم تكون متماسكه، هذا ضروري لنجاح هذه الوصفه. اللي ما عندهاش تعجن باليد عادي، سمحوا لي انا اليوم عيانه لذلك استخدمت العجانه. اذا راح نحط العجينه ونبدا نعجن. في البدايه ما نضيفش الماء، نعجنها وهي ناشفه حوالي 5 دقائق. من بعد راح نضيف الماء تدريجيا، ما نضيفوش دفعه واحده، نضيف الماء تدريجيا تدريجيا حتى نتحصل على عجينه اللي تكون طريه. لا لازم تكون طريه بزاف البنات، هكذا هذا هو القوام، لاحظوا تشبه في عجينة اسفنج نوعا ما، يعني تكون طرية تلتصق في اليد. راح نغطيها ونخليها تختمر حتى يتضاعف حجمها. هنا البنات بعد ما اختمرت العجينة وتضاعف حجمها بهذا الشكل، راح نعاود نعجنها للمرة الثانية. كما لاحظتوا انه في العجينة ما ضفت لا زيت لا زبدة في البداية، في هذه المرحلة راح نضيف كمية من الزبدة او المارغرين. اذا نعاود نعجن العجينة، نخرج الهواء الموجود فيها وراح نضيف لها مغرف كبيره ونصف من المارغرين اللي تكون طريه بحراره المطبخ. كما راكم تلاحظوا لازم تكون طريه، هذه المغرف الاولى. نضيف نصف مغرف، يعني مغرف ونصف تكون كبيره كما قلت لكم. وعندي نصف مغرف صغيره فقط من الخميره الكيميائيه راح نضيفها في هذه المرحله، لانه كما نعرفوا ان الخميره الكيميائيه عند اضافتها مباشره راهي تتفاعل. وراح نستمر في العجن حتى تدخل المارغرين في العجين، وراح نتحصل على عجين يكون طري بهذا القوام. ونحط العجينة في صينية الفرن اللي تكون تدهنتها بكمية من المارغرين، وندهن أيضا يدي بكمية من المارغرين لأنه العجينة تلصق. من بعد راح نغطي العجينة ونخليها ترتاح حوالي 5 دقائق قبل ما نفتحها. هنا البنات اللي راح خبز الدار عجينه شويه طالع، اللي تحبوا رقيق تقسم العجينه الى قسمين، يا تعطيها 2 خبزات يكونوا صغار شويه. هنا البنات راح نفتحها كي نخليها ترتاح، العجينه راح تتفتح بكل سهوله كما راكم تلاحظوا. نفتحها بحجم الصينيه
من بعد راح ندهنها بصفار حبة بيض نحتفظ به في البداية، مع ضفت له مغرف كبيرة من الحليب وقطرات من الخل، نخلطهم مع بعض وندهن الخبز من فوق. انا البنات انا نفضل ندهنوا في هذه المرحله قبل ما يطلع، لانه العجينه خفيفه بزاف، هكذا نتفادى انه ممكن تهبط معي كي ندهنوا فيما بعد، لذلك ننصحكم انكم تدهنوا في هذه المرحله. هنا بعد ما دهنته راح نرش عليه كميه من الجنجلان وكميه من السانوج، هذا يبقى اختياري. بهذا الشكل البنات. من بعد راح ناخذ صينية ثانية ونغطي الصينية اللي حطينا فيها الخبز ونخليها تختمر. اذا بعد ما يختمر ويضاعف حجمه للمرة الثانية بهذا الشكل، ندخل الفرن يكون مسخن مسبقا. انا البنات نشعل الفرن على 250 درجة، على اقصى درجة اللي هي 250 درجة من الاسفل فقط. بعد ما يسخن ندخل خبز الدار ونحسب 12 دقيقة، من بعد نعاود نطفي من تحت ونشعل من فوق حتى يتحمر، وانتم على حسب نوعية الفرن. هنا البنات بعد ما طاب خبز الدار وتحمر، انا نحبه محمر بزيادة بهذا الشكل، هنا مباشرة بعد ما نخرجه من الفرن ما نخليهش داخل صينية الفرن لانه يعرق او يتندى، لذلك راح نقلبه فوق انغري او مشبك. قبل ما نقلبه بواسطة موس ولا سكين نجوز على الاطراف حتى نتأكد أنه مش لاصق، من بعد نقلبه فوق إنغري هكذا ونعاود نقلبه ونخليه يبرد. البنات هنا خبز الدار ما نقطعوش وهو سخون لأنه راح يتعجن، نخليه يبرد تماما قبل ما نقطعه. هذا هو البنات خبز الدار بعد ما خليته يبرد، راح نتحصل على أروع خبز الدار على الإطلاق، خفيف خفيف ريشة كما راكم تلاحظوا، خفيف قطني. هنا كما قلت لكم ما نقطعوش حتى يبرد، وراح نشوفوه من الداخل. نشوفوه البنات من الداخل شحال خفيف وفارغ، لاحظوا البنات صدقوني اذا جربتوا الوصفه راح تعتمدوها، وصفه ناجحه 100%، وحاولت نعطيكم كل النصائح لنجاح الوصفه. كما راكم تلاحظوا البنات خفيف خفيف. هنا البنات انا قطعته الى مربعات، ممكن انكم تقطعوه الى مستطيلات او الى معينات، وهذا هو شكله النهائي البنات بعد ما قطعته، راح نتحصل على اروع خبز الدار على الاطلاق. وكأنه مسكوتشو البنات، نتمنى البنات انكم تجربوا الوصفة اكيد وتشاركوني تطبيقاتكم.